بسم الله الرحمن الرحيم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، صدق الله العظيم. في الوقت اللي كلنا عايشين فيه في حالة صدمة وحزن كبير بعد الهزة الأرضية اللي ضربت المغرب وأحدثت دمار كبير في المدن والأحياء والمنازل، وكان في مئات الضحايا والمصابين، اتفاجئنا كلنا بفيديو على السوشيال ميديا لجنين بالحبل السري بيخرج من تحت الأنقاض وهو حي، ودي مش مبالغة لو أكدنا أنها معجزة من الله عز وجل. تعال أقول لكم حكاية الطفل الرضيع وإيه هي ردود فعل المتابعين على الفيديو، تابعونا. انتشر الفيديوهات كتير وقليلة من الهزة الأرضية في المغرب، بس كان في فيديو واحد صادم للجماهير من عظمته وبيبين قدرة الله وإعجازه وإنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. انتشر فيديو تم تصويره في إقليم الحوز وإقليم تارودانت جنوب مراكش، واللي يعتبر الأكثر تضررا من الهزة الأرضية الأقوى في تاريخ المغرب. ومن المعروف إن الإقليمين بيضموا عشرات القرى اللي بيقعوا في وسط جبال الأطلس، ومعظمها مناطق بيصعب الوصول إليها. انتشر فيديو على السوشيال ميديا لطفل رضيع بعد الهزة الأرضية القوية، وبعد دقائق من حدوثها تم تصوير فيديو بيوثق لحظة انتشال طفل رضيع بالحبل السري من تحت الأنقاض، وظهر في الفيديو راجل بيسحب الطفل من تحت كوم رماد من الحبل السري بتاعه، وده بيدل إن الطفل اتولد أثناء حدوث الهزة الأرضية أو بعدها بدقيقة على الأكثر. المشهد كان قد إيه صعب ومثير وبيدل على عظمة الخالق، لأن الطفل حديث الولادة لا حول له ولا قوة، وكان ممكن يفقد حياته في ظرف ثواني لولا إرادة الله. بدأت تعليقات رواد السوشيال ميديا على عظمة الخالق، واللي اتكلم عن مصير أهله وخصوصا إن محدش سأل عنه، واللي اتكلم عن الطفل نفسه ومستقبله. وبعد جدال طويل بدأ بعض المتابعين والمحللين يأكدوا إن الفيديو مش من المغرب، لأن الناس اللي كانوا بيتكلموا في الفيديو بيتكلموا بلغة تانية غير العربية أو حتى الفرنسية المنتشرة في المغرب. كمان ملامح الطفل بتبين إنه من سكان جنوب شرق آسيا، بس في النهاية إن كان الطفل مغربي أو مش مغربي فدي مش الواقعة الأولى اللي بتحصل فيها إن الطفل بيكون تحت الأنقاض، لأن قبل كده في زلزال سوريا تم إنقاذ الطفلة عفراء من تحت الأنقاض، وانتشرت صور لرجل يحمل طفلة مغطاة بالغبار بعد سحبها من وسط الركام في بلدة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين في محافظة حلب في سوريا. وقال أحد أقارب الأسرة إنهم كانوا بيدوروا على والد الطفلة وأسرته، ووجدوا جثث الوالدين والعمة أولاً، وبعدها سمعوا صوت خلال الحفر ولقوا الطفلة المولودة متصلة بالحبل السري مع والدتها، وبعدها قصوه ونقلوا الطفلة للمستشفى. قال الطبيب ان تم اجراء الاسعافات الاولية للطفلة وحالتها العامة مستقرة باستثناء كدمات شديدة على جسمها حصلت وهي ما زالت في رحم والدتها، والولادة تمت بعد 7 ساعات من الزلزال، ووالدتها فرقت الحياة. في النهاية معجزات ربنا كتيرة وما بتنتهيش، اكتبوا لنا في التعليقات لو عندكم مواقف بتبين معجزات ربنا وعظمته.